أولاً، حدد الشريحة المراد تغييرها. ثانياً، انقر على أمر تخطيط Layout من مجموعة الشرائح Slides في تبويب الصفحة الرئيسية Home، وستظهر قائمة بالخيارات. ثالثاً، اختر التخطيط Layout من القائمة، وستتغير الشريحة الموجودة في العرض. أولاً، من تبويب إدراج Insert، انقر على أمر مربع نص Text Box. يتغير مؤشر الفأرة Cursor إلى صليب مقلوب. انقر واستمر في النقر، واسحب مؤشر الفأرة لرسم مربع النص المطلوب، وستجد أن مربع النص قد أضيف إلى الشريحة بعد ترك الفأرة.